بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. في مؤتمر اليوم نحاول أن نسلط الضوء على الانتهاكات التي تنوعت وتعددت وتراكمت وأثبت سلوك الاستمرار عليها أن السلطة مصرة على حل أمني بدل الجنوح إلى حل سياسي. انتهاكات شهر يوليو 2013 تمثلت باعتقال رجال ومرأة واحدة وأطفال بواقع 208 معتقل على طول هذا الشهر الماضي، وهو من الشهور التي تم اعتقال فيها اعتقال عدد كبير من المواطنين. هناك إفراجات، 159 حالة إفراج، ونحب دائما أن ننوه أن هذه الإفراجات هي ليست من 208، وإنما هي إفراجات لعدد من المواطنين قد أنهوا فترة عقوبتهم أو أنهوا فترة توقيفهم ولم يجدد قاضي التجديد لهم. ولكن هنا علينا أن ننوه أن جزءا كبيرا من الانتهاك هو أن المواطن حينما يعتقل تعسفيا ويتعرض إلى سوء معاملة أو تعذيب أو إيذاء أو تهديد يتم إيقافه لمدة شهر أو 45 يوما أو 60 يوما أقل أو أكثر، وبعد ذلك يخلى سبيله. في ذلك بحد ذاته انتهاك، لأنه أخلي سبيله، لأنه لم يوجد عليه شيء أو لم يمسك عليه شيء، وهذا في حد ذاته انتهاك. الإصابات 170 إصابة، طبعا كانت هناك إصابات بليغة وأخذت إلى المستشفى، بعضها إلى السلمانية، بعضها تم علاجه، وبعضها كادت أن تودي المصابين لفقدان حياتهم بسبب استخدام سلاح الشوزن، هذا السلاح الناري القاتل. المداهمات، وهو شهر المداهمات في واقع الأمر في البحرين، يمكن أن يسمى شهر رمضان هو شهر المداهمات. بلغ عدد المداهمات في يوليو الماضي 648 حالة مداهمة. طبعا بعض البيوت يتم مداهمتها لأكثر من مرة، وهذا العدد يمثل ضعف أعلى عدد، وهو أكثر من ضعف أعلى عدد، وهو شهر مايو كان بواقع 291 حالة مداهمة، يعني ما يقارب 300 مداهمة، بينما في هذا الشهر وصلت عدد المداهمات إلى 648 مداهمة. وأنتم تعرفون بأن لجنة تقصي الحقائق كانت توجه وتنصح وتوصي بأن تتوقف الأجهزة الأمنية والمخابراتية عن مداهمة البيوت في أنصاف الليالي، لأن الناس نيام. اختارت السلطات أن تداهم البيوت في أنصاف الأيام، وهو الظهيرة أو ما يقارب من المغرب، لأن الناس أيضا في كثير من الحالات هم نيام في مثل هذا الوقت، ولكن عدد المداهمات كان مثيرا ل الانتباه. 648 حالة مداهمة في شهر يتوق الناس فيه إلى الراحة والرحمة. إتلاف الممتلكات الخاصة، للأسف الشديد وبسبب انشغال الناس في هذا الشهر لم نتمكن من إحصاء أكثر من 26 حالة، مع علمنا بأن ما يوجد من إتلاف لممتلكات خاصة هو أكبر من ذلك، ولكننا يعني التزاما بالمصداقية لا نرفع العدد ولا نضع صفرا زائدا أو مكملا أو غير ذلك. العدد الذي وصلنا هو 26 حالة إتلاف لممتلكات خاصة. المعاملة القاسية والمهينة، طبعا هنا
أود الإشارة إلى أننا نستلم قصاصات ورقية من الإخوة في السجن، وتأتينا أيضا رسائل شارحة تماما لما يتعرض له الإخوة في السجن، وتجدون فيها قصصا مريعة عن طريقة التعذيب الذي يتحقق أو يتعرضون له. اختيارهم لإرسال هذه الرسائل هو أنهم لا يستطيعون قول كل شيء لأهلهم بالتفصيل، وإنما يصرفون الوقت ليكتبوا فيه أسماء المعذبين وأساليب التعذيب وكيف وفي أي مرحلة من مراحل التعذيب تعرضوا لهذه الأمور. حالات المعاملة القاسية والمهينة تتمثل في كل عمليات في كل مراحل التحقيق، بل أنها تصل أحيانا إلى حرمانهم من حقهم في وجود محام، وهو أمر لا بد من ضمانه وسيكون في أثناء الكلام لاحقا. المسيرات والاحتجاجات المناطقية بلغت عددها 774 مسيرة واحتجاجا وتجمعا مناطقيا في شهر يوليو، وهي نسبة عالية وتؤكد على أن حاجة المجتمع، يعني حينما نجد عددا هائلا بهذا الرقم من ما يقارب 70 منطقة في مملكة البحرين، يؤكد على ضرورة تواجده واعتصامه واحتجاجه، يبين لكل مراقب عاقل بأن هناك مشكلا سياسيا يحتاج إلى إعطاء حقه في فرضه أو إعلان أو توضيح أو رفع الصوت بإيصال المحتجين. في المقابل نجد أن جلسة المجلس الوطني بتاريخ 28 يوليو تؤكد على أحدهم كان يتحدث عن منع المسيرات السلمية وغير السلمية، ولا أحسبه نائبا لأن النائب لا يستطيع أن يخالف الشرعة الدولية التي تضمن حرية التعبير والتظاهر وتشترط في ذلك أن يكون سلميا، ووقف ليتحدث على رؤوس الأشهاد أنه عليكم أن تمنعوا المسيرات السلمية وغير السلمية، وأعتقد أن عليه أن يقدم استقالته إن كان يحترم نفسه أو عقله. العقاب الجماعي، هناك 401 حالة عقاب جماعي على المناطق، وأؤكد أن ذلك جزءا منه في شهر رمضان، من ثلثي شهر رمضان كانت هذه العقاب الجماعي يجري على الناس. تكشف الإحصاءات بشكل مبدئي أن السلطة لم تراعي شهر رمضان وبالغت في ارتكاب الانتهاكات، وذلك تصعيدا وتحسبا لتاريخ 14 أغسطس القادم، وهو مسألة مرفوضة إنسانيا وعقلا ودوليا وأخلاقيا وقانونا ومنطقيا، لأنك تتحدث عن مشكلة قادمة فتخلق مشكلة قبل حدوثها. هذا قياس يعني غير متزن وتقدير غير يعني تقدير غير موفق من قبل السلطة، لأن أعتقد بأنها هي من تشعل أوارى الحركة الشعبية خوفا من أمر تحتسب أو تحسب إليه، بينما هي تثير الأمور. هذا العرض بشكل آخر لذات الإحصائية التي سبقت. إذا وجدتم أن في شهر 4 كان عدد المداهمات 185، في شهر 5 291، في شهر 6 263، وتجدون الارتفاع المبالغ فيه كاد أن يصل إلى 650 648، يعني ما يقارب إلى أكثر من ضعف الشهر الذي الشهور التي تلته، وثلاثة أضعاف الشهر شهر أبريل. طبعا هذا يكشف عن يعني عن
عما ذكرته بأن الدولة تريد أن تتحسب إلى تاريخ معين، بينما هي تصنع من حيث لا تشعر إثارة، وهذا أمر أعتقد أن على السلطة أن تنتبه إليه وتضع في حسبانها. مجموع الاعتقالات طبعا ربما تجد أنه قل، يعني كان 296، لأنه الأعلى في شهر 4 240 183 و208. في واقع الأمر أن 208 في شهر 6، برغم ارتفاع عدد المداهمات، يكشف عن عشوائية المداهمات، يكشف أحيانا عن عدم معرفتهم بالشخص الذي يريدون القبض عليه. تجدون أن المسيرات، نحن وضعنا صفر هنا في شهر 4 باعتبار أننا أردنا أن نقارن للشهور الثلاثة، وهذا الشهور كان الأمور فيه تصاعدية باستثناء المسيرات. المسيرات كانت في شهر 5 كانت 484، العقاب الجماعي 141 والإصابات 47، بينما في شهر 6 448 قلت اللي هي المسيرات بحسب إحصائنا وليس بما هو واقع، ربما ما هو واقع أكثر. نحن نتحدث والبعض يرجع هذه لفترة الامتحانات التي مرت في تلك الفترة، والعقاب الجماعي في ازدياد والإصابات في ازدياد، بينما نجد أن ضعفين ازداد في الإصابات في شهر 3 في شهر 7، وضعف بالنسبة للعقاب الجماعي بدل 206 إلى 400، ونجد حوالي الضعف في المسيرات والاحتجاجات المناطقية وصل إلى 774. وأؤكد مرة أخرى بأن وجود هذا الكم الهائل وهذا التصاعد في عدد المسيرات يكشف عن وجود حالة مجتمعية للاعتراض على سياسة السلطة، والتي غالبا ودائما ما نؤكد على حق الناس في التظاهر بسلمية، ونؤكد على ذلك ولن نتوقف ما دامت أمور البلاد لم تنتهي إلى ما يقود إلى حق الناس في إدارة شؤونهم. استهداف الإعلاميين، ونجد أن هناك ثلاثة إخوة إعلاميين، محمد حسن سديف وحسين حبيل وقاسم زين الدين، تم اعتقالهم، ووصلتنا أخبار بأن حسين حبيل أخذ إلى الحوض الجاف، ولكن لا زالت أخبار محمد صديف وقاسم زين الدين ليست واضحة تماما، ولكن نتوقع أن سبب الاعتقال هو نشاطهم الميداني المتعلق بالتصوير والتغطيات والملاحظات والتغطية الإعلامية، لأن بحسب معرفتنا بهذه الشخصيات الثلاث هي شخصيات إعلامية مدونة مصورة وليس أكثر من ذلك، ولكن فيه مؤشر على ملاحقة حرية التعبير وحرية التعبير. حجب المواقع الإلكترونية جاء على إثر اعتقال الإخوة، وقامت السلطة بحجب بعض المواقع وذكرتها 70 موقع قبل يومين، ونحن لا نعرف في واقع الأمر ما هي هذه 70 موقع، لم تذكر، ربما لا تذكرها الدولة على يعني غرار التزامها بعدم التشهير، لأنها لا تريد أن تشهر بالمتهمين وتنشر صورهم، فهي لا تنشر صور المواقع. أنا أتمنى لو كانت الدولة تضع أسماء المواقع التي حظيت بشرف الحجب، تضعها حتى يبحث عنها بعض المطالعين عبر كاسر الحجب، لأن المجتمع لا توقفه حجب هذه المواقع إطلاقا، ولم يعد هناك قدرة للأنظمة على منع أي مواطن وبالذات الجيل الجديد عن الوصول لما يريد الوصول إليه، لأن هناك وسائل التواصل مع العالم وتتعدد. وأعتقد أنني ربما أقدم هذه النصيحة
من شخص لا ترغب فيه السلطة أن يقدم لها نصيحة، ولكنني أنصحها بأن فلتبحث عن إعطاء المواطن الحق في الوصول للحقيقة وللمعلومة لتصحح السلطة مسارها، لا أن تحجب مواقع لا علاقة لها في كثير منها عما يجري في البحرين، فتحفز المواطن على أن يرفض وجود السلطة وسلوك السلطة. أعتقد أن السلطة عليها أن تراجع ذاتها، لأن المواطن أذكى من خبراء لدى السلطة. ارتفاع بورصة الخلايا، الخلايا في البحرين كما عرفتم وتعلمون ارتفعت عددها، وأصبح نظام المخابرات في البحرين والمتابعة والتعقيب وأجهزة التحري والأمن والعسكر وكل هذه، وهي أنشط هذه الجهات هي الأنشط في البحرين، أصبحت قادرة على أن تصنع وتبحث وتخلق صورا يعني تجتذب الرأي العام العالمي في أن خلية هنا وخلية هناك وجماعة هنا وتنظيما هناك. وأنا وضعت هنا صورة من الصفحة الأولى للاتهامات التي وجهت إلى تنظيم ائتلاف 14 فبراير الذي اتهم فيه 50 مواطن، وكان محل تندر كثير من المتهمين، حيث أن بعضهم كتب عنه هاربا وهو لم يستلم إطلاقا لا إحضارية ولم يستلم ولم يتم متابعته، وهو ساكن في ذات عنوانه ويعمل ويذهب إلى العمل ويعود، وتفاجأ بأن اسمه موجودا من ضمن هذه القائمة. وأجيب يعني أأتي بشاهد على هذا، هو الأخ عبد علي محمد بن خير، وحينما ذهب إلى المحكمة في جلسة 25 يوليو ووقف أمام القاضي، أمر القاضي بحجزه واعتقاله، في حين أنه أراد أن يتحدث مع القاضي بالقول أنني أنا جئت هنا لأقول لك أنني لم أستلم إحضارية، لم يأتي أحدا للمطالب، لم يتم التحقيق معي بينما أخذ حتى دون أن يحقق معه هذه. وأيضا في ليلة البارحة أحدهم كان يسأل، وهو أيضا من ذات المجموعة، يسأل ما هو مصيري، أنا لم أطلب ولم أخطر، ولا إذا ذهبت إلى المحكمة سأوضع، في حين أنها لا تسمح لي حتى بالتعبير أو القول أو إيصال وجهة نظري قبل أن يأخذ القاضي قراره. هذه الجماعة ومنهم 11 شخصا عبروا أمام القضاء بأنهم تعرضوا للتعذيب، بينما القضاء أو هيئة القضاء لم تسمع ذلك، أو على أقل تقدير لم تدون ذلك في محضر الجلسة، وتجاوزت بحسب ما ذكر بالمذكرة التي رفعها عدد من المحامين وقدموها إلى المحكمة بالاعتراض على أمور يعني تتعلق بإجراءات المحاكمة. أولا لأن القاضي الأساس هو يجب أن يتنحى باعتبار أنه تتعارض القضية التي اتهم فيها هذه الجماعة المواطنون الخمسون، تتعارض مع مصالحه الشخصية، حيث أنه ابن رئيس مجلس النواب وعليه أن لا يقاضي مسألة تتعارض معه شخصيا، كما أن أحد القضاة الذي على جانبه هو من العائلة الحاكمة، فهم كانوا يطالبون بتنحي المحكمة أو أنها لأسباب تتعلق بعدم إعطائهم حقهم في الدفاع، وهذا لا أحسبه إلا أمرا سيكون جزءا من ديكور القضية، لكن نتمنى أن يؤخذ برأي الدفاع. التضييق على الحريات، هناك هجمة شرسة، هناك إجماع من المسؤولين، كبير صغير له علاقة ما إلى علاقة، جميعهم يعتقدون ويوجهون سهامهم إلى حرية التعبير، حرية ممارسة التظاهر والاعتصام. ارتفعت وتيرة الحرمان
المشتبه بهم من حضور المحامين. ازدادت شكاوى المواطنين الممنوعين من دخول دولة خليجية، وبعض المواطنين يخرج إلى هذه الدولة من عمله، يعني هو مواطن ليس عليه قضية، هو خرج من البحرين ويعود إلى البحرين ويدخل، إلا أنه لا يستطيع أن يدخل دبي أو الكويت أو قطر أو ما إلى ذلك، أو السعودية أحيانا عبر الجسر أو غيرها. منع المسيرات في العاصمة وغيرها، وهي توصية صدرت من المجلس الوطني في تاريخ 28 يوليو، وهي أساسا ممارسة من قبل السلطة. السلطة أساسا تمنع التظاهر في العاصمة. أنا لا أعرف ما الذي كان يريد أن يقوله هذا الذي جاء ليقول نحن نوصي الحكومة بأن تمنع المسيرات في العاصمة، يعني هل كان يريد أن يبرئها أو يجعل من تاريخ إعلانه وكأنه بدأ بالمطالبة بمنع المواطنين من التظاهر في العاصمة؟ نحن نقول للسلطة وعليها أن تعيد هذا تماما، بأن حجبها لأي حق إنساني لا يعطيها الشرعية في أنها قامت بفعل مشرعا، فعلها مخالفة، تجاوز، فساد في تطبيق القانون. من حق كل مواطن أن يتواجد ويعتصم حيثما أراد، إلا فيما يكون فيه عرفا دوليا بأنه ليس محلا للتظاهر، علي يحق لكل مواطن أن يتواجد ويتظاهر، إلا أن السلطة نصبت نفسها في واقع الأمر خصما للمواطن، فبدأت تلاحقه وتمنعه من حقه الذي تخسر كثيرا هي بتجاوزها وتعسفها أكثر مما يخسر المواطن، لأنها حرب ومواجهة وصراع طويل. لو تجدون ما أشارت إليه هنا، أريد أن أقف بدقة على تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية، الفقرات من 1280 إلى 1290. مراجعة هذه الفقرات سيكشف أن السلطة لم تحترم هذا التقرير في خصوص هذه الفقرات. أنا لا أتحدث عن احترمت في الباقي، أنا أتحدث عن هذه الفقرات، أما عن الباقي بالتأكيد هي لم تحترم القانون. المواد كانت واضحة جدا في أنها طبقت بطريقة تجاوزت حق المواطن من خلال مواد العقوبات، قانون العقوبات. وحينما تأتي لتقرأ كل هذه المواد والنصائح والتوضيحات والملاحظات التي وضعتها لجنة تقصي الحقائق للسلطة، يصدر قبل أيام مرسوم ملكي بتشديد عقوبة الإرهاب، في حين أنك تجد أن هذه الفقرات التي قدمت إلى السلطة منذ 2011 توضح بأن قانون العقوبات الذي هو أقل تشديدا من قانون الإرهاب، والذي هو أقل تشديدا من المرسوم الذي شددها، هي فيها تجاوز لحق حرية التعبير، تجاوز إلى المساحة غير الموسعة في البحرين لممارسة حرية الرأي وممارسة التظاهر والتجمع. العفو الدولية كانت قلقة تماما من كون هذا القانون سيفتح الباب على التجرؤ على حقوق الإنسان. نحن منذ بداية هذا المؤتمر إلى الآن ما قلناه من إحصاءات، من أرقام، من حقائق، من تجاوزات تؤكد تماما على أن ما هو قائم من سلوك السلطة فيه تجاوز لحقوق الإنسان وتعد على حقوق الإنسان وعدم احترام لحقوق الإنسان، بينما تشديد قانون الإرهاب سيعتبر ماحقا لمشهد حقوق الإنسان في البحرين. إذا وجدتم
إذا راجعتم هذه المواد ستجدون درجة التجاوز الذي حصلت في فترة السلامة الوطنية. دعوني أقول لكم قبل النهاية أننا نراسل كثيرا من المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بالانتهاكات، ونوصل لهم وجهة النظر الشعبية العادلة المقررة بحسب محددات القانون الدولي والقانون الإنساني وحتى قانون حماية المجتمع من الهجمات الإرهابية. تمت مراسلة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وصلت لها وجهة نظرنا. نحن لا نخفي تواصلنا مع المجتمع الدولي، ولا ندعي كما تدعي السلطة قبل يومين بالقول بأن هناك 51 منظمة مصرية وعددا من الأحزاب أيدت الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وأنها اعتبرت أن حركة تمرد أو الدعوة إلى تمرد في 14 أغسطس طائفية، هي ما حصلت أصلا، لحد الآن لم تحصل. المشكلة بأن الدولة وضعت رقم 51 ولم تذكر إلا اسم رقم واحد، وهي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان. سبب عدم ذكر هذه المنظمات واحد، أنها تخشى من أننا نبدأ بالاتصال بها وإعطائها الحقيقة. السبب الثاني والذي أعتقده الأرجح أنه ما في 50 منظمة، لهذا لا يستطيع وضع أسمائها. لا بأس ونحن مواطنون في أي مجتمع أن نتلقى الاتهام بفعل ما يخالف القانون، هذا شأن الإنسان. ولكن في البحرين تتهم بمخالفتك للقانون، والاتهام بحد ذاته مخالف للقانون، وإجراءات القبض مخالفة للقانون، والتعامل معك مخالف للقانون، وحرمانك من حقوقك مخالفة للقانون دون وجود ضمانات في الدفاع عن نفسك، تتعرض للتهديد، تتعرض للتعذيب، وأؤكد على أن التعرض للتعذيب إلى الآن قائم، وهذه الشهادات التي يأتي بها أبناؤنا في السجن وإخواننا في السجن لا تعبر إلا عن ما عانوه من ألم. تتعرض إلى حرمانك من المحامي في درجات التحقيق، في مركز التحقيق، في النيابة، وحتى المحامي القضاء الواقف أمام القاضي أحيانا لا يستطيع فعل شيء إليك. هذا هو حال مملكة مقبرة حقوق الإنسان. شكرا لكم.